مساء الخير يا أساتذة. النهارده هنتكلم عن رواية ظل الأفعى، أشرت إليها في آخر اللقاء أمس، وقلت إن بكرة هنتكلم عن واحدة من أحب الأعمال إلى قلبي، وقلت اللي هيتوقعها يعني هنديله نسخة موقعة يوم الندوة اللي جاية يوم السبت في القاهرة. ففي مجموعة منكم ذكرت أساميهم في البوست السابق يعني توقعوها، وهقول لكم بعد شوية ليه ظل الأفعى الرواية دي من أحب أعمالي إلى قلبي. بس الأول خلونا نلقي نظرة عامة زي ما تعودنا على مجريات الأمور من حولنا عشان نفكر فيها يعني أو ننتبه إليها. من ضمن الانتباه مثلا إن قبل دقايق آية بنتي، آية حنون قوي يعني، فكلمتني فزعت كده: مالك يا آية؟ قالت لي: يا بابي أقفل الإزاز والبلكونات. ليه يا آية؟ قالت لي: أصل النمل الأبيض طاير عشان يظهر عشان الحر جه وكده. قلت لها: طيب النمل مش مخيف قوي كده يعني؟ قالت لي: لا ده مشكله كبيره وبتاع. قلت لها انا بضحك معاها بقى، بقول لها في التليفون يعني: اي انا بحب النمل. تقول لي: يا بابي لا، لو حضرتك نزلت القاهره وهو في البيت هيقعد يعني يتناسل بسرعه يعني وكده، وبياكل في الحاجات وكده. قلت لها: طيب فخدوا بالكم بقى لو في حد في اسكندريه يبقى يقفل يعني. تاني حاجة برضو من الحاجات يعني البسيطة اللي هنعدي عليها بسرعة، النهاردة شفت أكتر من حد مشير كلام من المعتاد اليومين دول، واحد من اللي بيسموهم داعية، مش عارف اسمه ايه كده، واعظ يعني، بيقول لو الواحد نام مع مراته، أو بلفظه يعني: إذا ضاجع الرجل زوجته سهوا في نهار رمضان ليس عليه كفارة. طبعا كلام مضحك من باب إن شر البلية ما يضحك. هو الخيبة وصلت للدرجة دي يعني؟ يعني إيه ده؟ إيه اللي هيضاجع زوجته ده وهو مش واخد باله؟ طب الناس بتقول بيشرب وهو مش واخد باله عشان ممكن يكون معدي فلقى كوباية مية فشرب. انما ايه ده، فاست نكاح ده ولا ايه؟ وبعدين ما فيش عليه كفارة، ولكن رأي الجمهور، وهيعمل لنا قصة بقى. ما هي فما علينا، في موضوع اهم. امبارح بعد ما اللايف اللي كنا عاملينه خلص، انا نزلت عشان اشوف صديق ليا الوحيد يعني في كافيه هنا جمال سويد، وكان في ماتش شغال، فلقيت فيه ايه اهتمام كده كبير. ماشي، انا قلت لكم قبل كده انا بهتم بالكرة عشان الناس مهتمة بيها يعني. فبقى ايه ده؟ قالوا لا اصل ده الاهلي والهلال السوداني. طيب فواحد قاعد معانا اسمه ناصر قال لي: لا ده الموضوع كبير، دول ايه منعوا اللحمه. قلت له: يعني ايه منعوا اللحمه؟ قال لي: كان في لحمه جايه لمصر من السودان والسودانيين زعلانين، مش عارف عشان الماتش الاولاني حصل فيه ايه او حاجه كده، فراحوا قاطعين الطريق على اللحمه. قلت: طب اشوف ايه الحكايه دي. فالماتش شغال وانا عمال اعمل سيرش كده واشوف اللقطات، فلقيت فعلا في توتر كبير جدا بين مصر وبين بعض المصريين يعني وبعض السودانيين علشان المباراه دي. فالنهارده الفجر بفكر في الموضوع، وانا بفكر فيه كتير، موضوع كرة القدم ده،
وقلت اقول لكم هي الحدوته دي جت ازاي اصلا عشان تبقوا فاهمين ايه المباريات دي الدوليه دي والكؤوس والاولمبياد والكلام ده. اليونان القديمه ما كانتش بلد واحده، يعني ما فيهاش حكومه مركزيه زي مصر او سومر او بابل او اشور. دي كانت نظام سياسي كده غريب شويه اسمه دوله المدينه، بحيث ان كل مدينه يونانيه حواليها المزارع اللي تخصها وليها حكومه بالشكل اللي يناسبها. فحكومه اثينا ديمقراطيه، يعني بتعتمد على التمثيل الشعبي المباشر. حكومه اسبرطا بتعتمد على وجود ملك او قائد قوي هو اللي بيقود. بعد الممالك المدن اليونانيه الاخرى ممالك بيتوارثها يعني اجيال، بس المدن اليونانيه بتتكلم لغه واحده، والجزر اليونانيه اللي هم ساكنين فيها بتتعرض لأزمات واحدة زي غزو الفرس مثلا. فجت فكرة انه يجمعوا الناس على حاجة الناس بتحبها اللي هي الرياضة. يقال انه في القرن الثامن قبل الميلاد بدأت الألعاب الأولمبية، وفي رأي ثاني تاريخي بيقول لا، بيزوستراتوس الأثيني هو اللي سنة 527 بدأ الألعاب الأولمبية. إيه بقى الألعاب الأولمبية؟ إنه الرياضات المشهورة عند اليونان يجي فريق من كل مدينة في احتفال ديني بيقام باسم زايوس في أولمبيا، وفي اللغة اليونانية اليه ألف في الآخر دي النسبة للمؤنث، يعني احنا عندنا جبل أولمب ومنطقة أولمبيا اللي هي الأولمبية يعني باللغة العربية. وإنه ده نوع من الطقوس الدينية عشان يحصل تآلف بين ما هو اليونان. ايه اللي بيجمعها الدين اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الاساطير، هو دين زي ديانتنا دلوقتي، بس مسطور او مكتوب في الإلياذة والأوديسة والاعمال والايام والتحولات الميتامورفوزيس وكده. فاحنا دلوقتي نقول عليها اساطير، يعني مسطوره مكتوبه، عشان الناس بتفتكر ان أساطير يعني خرافات. لا، الخرافة حاجة والأسطورة حاجة. المهم، فكان التفكير ساعتها إن نعمل تآلف، نجيب فرق من هنا ومن هنا، وكل مدينة بقى ليها طابع. يعني مثلا بتوع إسبرطة الرجالة الفظاع دول بتوع فيلم 300 أظنه مأخوذ عن مسرحية إسخيلوس الفرس. يجم الاسبرتيين دول اللي الالعاب الاولمبيه عريانين خالص، ماشي. الاثينيين مؤدبين شويه بقى بتوع فلسفه وحاجات كده، لابسين هدوم ماشي، بس ما كانتش الفلسفه بدات في الوقت ده، الفلسفه جت بعد كده بشويه صغيرين. وكل مدينه يعني بتمثل نفسها في فريق، ويبقى مش تنافس بقى، اللعب المقدس ده نوع من تبيان وحدة اليونان. وحتى الستات، بس مش المتجوزات، لو واحدة اكتشفوا انها متجوزة وعملت حيلة وما حصلش يعني، بس كان في عقوبة ليها اللي هي الموت. لا، انت اتجوزتي تربي العيال، بس البنات بقى اللي لسه ما اتجوزوش مسموح ليهم مسابقات، تبقى مسابقات جري وحاجات كده. الالعاب التانية بقى
للمصارعه ولا مش عارف ايه، طبعا ذكوريه. لو شفتم في استاد اسكندريه هنا، اصل ده اتعمل لما كان في ناس بتفهم يعني ومعماريين، لا كانت الناس بتحترم العماره يعني او الفن البناء. فلو لفيتوا حوالين الاستاد هتشوفوا بين الباكيات كده فوق الاعمده رسومات جداريه للالعاب، هي دي الالعاب الاولمبيه، لانها كانت بتتطور، رمي الرمح بقى ورمي الجله اللي هي المشاكل المصارعه كده. واستمرت المساله دي ممثله لروح اليونان لحد ما جه الامبراطور ثيودوسيوس، وده كان بقى مسيحي المتدين يعني قوي، وده كارثة من كوارث الزمن يعني، ومنع الألعاب الأولمبية سنة 393. ولاحظوا سنة 391 اتهدم الموسيون هنا في اسكندرية، يعني شجع الرهبان ان يجوا من وادي حبيب اللي بنسميه دلوقتي وادي النطرون، ويبقوا زي قوات ميليشيات مسلحة الرهبان، وقاموا على المسيون هدموه. وبعدين 415 بقى كان ابن اخته هو اللي كان البابا ساعتها سيوفيلوس، بمباركة بقى الامبراطور ثيودوسيوس ده المتعاطف المسيحي الحلو ده مع البابا المتشدد ده سيوفيلوس، وابن اخوه اللي هو كيرلس عمود الدين، الدنيا ظلمت خالص بقى، واتقتلت هيباتية سنة 415 هنا في شارع صفية زغلول في اسكندرية، لسه موجود الشارع. احنا بكره هنتكلم عن عزازيل، هتيجي السيره بقى. المهم يعني انه ثيودوسيوس الاول وبعدين ثيودوسيوس الثاني، الدنيا ظلمت وما عادش في العاب اولمبيه. فين بقى في القرن 19 بدات بعض المحاولات لاعادتها. وبعد الحرب العالميه الاولى مع حاله طبعا او محاوله الخروج من حالة الحرب والشحن وكده، بدأ التفكير في إعادة الألعاب الأولمبية. ومن القرن 19 كانت بريطانيا العظمى، الإمبراطورية الكولونيالية المهولة دي صاحبة المستعمرات، قالت إيه؟ هما اللي اخترعوا كرة القدم، نعمل بقى المباريات ونشجعها، والناس بتحب الحاجات دي، والناس عبيطة فنشغلهم بحاجة عبيطة، ايه اللعب؟ ودي حيلة بس عشان نبقى فاهمين ومحدش ياخدها انها اهانة او كده. ده يعني هناك لا حصر له من امثلة في التاريخ على انه الالعاب دي كانت وسائل الهاء للجمهور. يعني بعد ماركوس اوراليوس ابنه نشط الكولوسيوم اللي هو مبنى الألعاب في روما، واهتموا بالمصارعة والتنافس. وفي الزمن الاستعماري بقى كنوع برضو من الإلهاء والإشغال كان الاهتمام بكرة القدم بالذات، يعني مع طبعا الألعاب التانية الأولمبية موجودة وبتضاف لها ألعاب جديدة، بس كرة القدم لقوها يعني مفيدة، يعني يلا بقى اشغل الناس واصرف على الأندية وهات لعيبة موهوبين يجننوا الناس، ودي اسمه ايه ده رونالدو 200 مليون عشان يجي يلعب موسم معانا. $200 مليون.
شوفوا كان أنقذه كان مسلم أو إنسان سوري أو ليبي غرق في البحر وهو بيحاول يوصل لبلاد الكفار. ما اعرفش هو احنا بلادنا دي ما عادتش بتتكسف ولا ايه، بس يعني شفنا بقى من كرة القدم في حروب قامت مرة في امريكا اللاتينية دولتين اتحاربوا عشان مباراة، واحنا هنا حصلت مشاحنات كتير قوي لما الاخضر بلومي، فاكر انا زمان خزق عين الدكتور الطبيب المصري ده اللي كان في الملعب، وبعدين تدخلت حكومته وطلعوه وساءت العلاقات بين دول. طب السودان دي انا عمري ما شفتها بلد تانية، لانه طول التاريخ وقبل الخيبة الناصرية اللي لحقت بمصر دي والاستفتاء اللي هو البكش ده بانفصال السودان، يعني ما هو نفس الامتداد الطبيعي ده، حتى يعني مش ديموغرافيا بس ولا جغرافيا بس متصلين، يعني ده اثنيا كمان. يعني تلاقي عشان يبقى الكلام واضح، في جنوب مصر جماعة اللي هم النوب، سكان النوبة دول ثلاث مجموعات كبيرة، الفجكة والمتوكي والمحس. المحس بقوا في السودان، بقوا بلد تانية، والفجكة والمتوكي بقوا عندنا هنا. طبعا طلعوهم من ديارهم وكده عشان السد العالي، احنا كان ممكن ينزل جنوبا لو ما كانتش يعني ساب السودان تضيع وكان عمل السد هناك. يعني ما طبعا هيطلع لي واحد دلوقتي ناصري، ما انا ما عدتش بتكلم معاهم لان مفيش فايدة من الكلام. ما خدوا بالكم، لا رجل دين ولا ناصري تتعبوا نفسكم معاه في مناقشة، مش هيفهم خلاص، هو قفل. فربنا يعينه بقى. بس موضوع الـ الرياضة اللي هو بدأت بلمسة كده ولمحة دينية، هي ألعاب برعاية زيوس، ويقولوا كان اليونان زمان ان اول واحد بدأها هو هرقل ابن زيوس، وبعدين الجوائز ايه؟ مفيش، 200 مليون دولار الفريق اللي بيكسب بياخد مثلا اكليل من الزهور، او في بتوع الآثار لقوا حاجات كتير من 400 قبل الميلاد، وقوائم باللي فازوا، يعني بيتسجل بقى اسمه، دي لوحة الشرف، وبياخد مش عارف درع كده منقوش عليه أو إكليل من الزهور يلبسوا، نوع من التكريم ملهاش أي غرض مادي. وطبعا أسواق بقى واحتفالات وناس بتكلم بعض، ويعني ألفة. الألفة دي تحولت إلى صراع، فمالكم يا مصريين ومالكم يا سودانيين؟ انتوا ناقصين، مش كفاية اللي انتوا فيه؟ وبعدين كرة قدم ايه يا جماعة؟ انا قلت لكم من شهرين البرازيل كانت بتاخد كاس العالم وبتنافس كاس العالم لما كانوا بيقتلوا الاطفال الغير الشرعيين في الشوارع، وكانت اكبر دولة مديونة في العالم، وبطلت تدفع الديون كمان، افلست. وبعدين جالهم بقى لولا دي سيلفيا الرئيس اللي هو عمل الحاجات البديهية زي ما حكيت لكم قبل كده مرة،
هو فضل يركب العربية الصغيرة بتاعته، مش عايز طيارات رئاسية، مش عايز بتاع، وراح الأحياء الشعبية و 8 سنين اللي فاتوا، يعني في السنوات القليلة الماضية، وتصبح البرازيل واحدة من الثمانية الكبار. مصر بقت تاخد منها الفراخ، تخيلوا الفراخ كوكو كوكو دي نجيبها من البرازيل. احنا مزرعة الامبراطورية الرومانية يا جماعة، فوقوا بقى. فعلا الحكاية بقت سخيفة. والجماعة اللي عمال يقول لك نمى عمرته من غير ما ياخد باله ده، ومش دول سكتوهم بقى. انما اللي علينا بنقوله خلاص بقى. ف بس خدوا بالكم، يعني خدوا بالكم، خدوا بالكم، عشان الاحوال العربيه الكليه بقت متدهوره جدا. نتكلم بقى عن ظل الافعى، واقول لكم بدايه الحكايه. في سنة 2005 في أولها كده، كنت عازم 3 أشخاص، هم زي أساتذة ليا يعني، أو الدكتور حسن حنفي والدكتور رشدي راشد والأستاذ سامي خشبة، على الغدا في بحري. ورحنا عند الدورة كده ومش عارف ايه ومبسوطين. وبعدين واحنا راجعين معدين على محطة الرمل، قالوا عايزين يقعدوا في كاليتيا، مكان كده في محطة الرمل حلو لطيف يعني. فقعدنا، وبعدين واحنا قاعدين الدكتور رشدي راشد قال لي تشتغل في ايه؟ قلت له والله بعمل دراسة، انا من زمان غاوي انثروبولوجي، اللي هو اللي بيدرس يعني الحاجات القديمه قوي، فبعمل دراسه عن التحولات الماترياركيه الباترياركيه، يعني الانتقال من زمن السياده والهيمنه الانثويه للازمنه الذكوريه. وانه الناس فاكره انه بعد يعني عصر تقديس الانوثه ممثله في ايزيس وفي عشتار وفي منخرساج وفي انانا وفي ارتميس وفي اتينا الربه بنت زيوس، يعني حصل انقلاب ذكوري لصالح الاله الذكر اللي هو زيوس بقى وحورس مكان إيزيس، والسيد المسيح مكان السيدة مريم، وفي العراق القديمة جلجامش وهكذا. قال لي ليه؟ قلت له عشان ابين انه اولا ما كانش انقلاب كده بشكل انقلاب، لا ده كان تحول هادئ تم من خلال العقيدة والموروث الاجتماعي وإعادة تدوين التاريخ القديم بشكل يعني مراوغ. فالتحول ده البطيء ده محتاج يترصد، علشان انا شايف ان المسألة دي اضرت بالانسانية. وكان شاغلني ساعتها تصريح كده طلع بيه فتح السرور ايامها يعني،
و12 هتلاقوه في المصري اليوم، وفي لو عملتوا سيرش كده هيطلع لكم منشات. آن الأوان أن يكون للإخوان حزب سياسي. قلت آه نحن هنلعب بقى، هنلعب وهنضيع الدنيا تاني، والذكورية بقى مش هتبقى ذكورية، ده هتبقى وقعة سودة يعني. اللي هو قعدنا فيه بقى العشرين سنة اللي فاتت دي نتاج بقى يعني الوهابية لغوصت، وهنعصر بقى عشان يدينا العصارة المريعة اللي تتهنى الجماعات الإسلامية على كافة الأصعدة. مش بقى مسألة النقاب والحاجة ولا لا، ده شكلي مسألة بقى ان تحصل أزمة في سوريا مثلا، فيجوا السوريين اللي هم اخوات سوريا احنا، يطلعوا كلاب السكك دول الملتحين في التلفزيونات ايامها، ايوه نتجوز من السوريات بقدر ما نستطيع. ايه السفالة دي؟ وطبعا برضو مصر فيها قوة مستنيرة برضو يعني، قمعت هذا الاتجاه بس اشتغل. وحتى لما حصلت مأساة البوسنة والهرسك كان هنا في محط الرمل بيجيبوا البنات البوسناويات اكتبوا عليهم يلا يلا. ايه ده؟ هي دي الإنسانية بتاعت الجماعات الدينية يعني؟ ما تبانش الا في السرير. وهو عنده عجز ان يعمل علاقات حقيقية مع امرأة فيروح يشتري او يستغل الوضع عشان بقى. ولسه لحد دلوقتي، لحد النهاردة وبكرة امبارح عمالين هو يتكلموا عن مكانة المرأة في الاسلام، في الاسلام، والناس اهو بتسمع وبتشوف ماتشات الكورة طب وبعدين؟ بعد ما حكيت او قلت يعني فكرتي للدكتور رشدي راشد قال لي خد بالك من حاجة، الفكرة بتاعتك دي هتتمزع لانه بتوع علم الاجتماع هيبصوا من زاويتهم، وبتوع الانثروبولوجي هيبصوا من زاويتهم، والجماعة الجماعات الدينية هتبص من زاويتها. فخليها اشارية. قلت له يعني ايه اشارية؟ قال لي لا شوف طريقة أدبية كده أعرض بها الفكرة، ما أنت شاعر هو بتقول وعندك كتاب في النقد الأدبي، أعملها في قصص قصيرة، في قصائد، في مش عارف إيه. قلت في رواية؟ ورجعت من يومها على طول الحاجات اللي كنت مجهزها عشان تبقى فصول الكتاب، وقعدت بناءها تاني، وبدأت في نفس الليلة في كتابة الرواية دي. قلت الأول هسميها رسائل الأفعى، وبعدين قلت لا هسميها ظل الأفعى. ليه؟ لأن خطر في بالي ليلتها حديث نبوي بيقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، راجل أو رجلان تحابا في الله، ذكرينهم، رجل تعلق قلبه بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف. قلت الله، هم السبعة كلهم رجالة، أمال الستات دول يوم القيامة بقى لا ظل هيبقوا في ظل إيه؟ فخطرت في بالي الفكرة في ظل الأفعى، الأفعى اللي ملهاش ظل، إنها متسقة بالأرض إلا إذا قامت. ومطلق لفظ الأفعى بيثير في الأذهان الكبرى المصرية المقدسة
اللي هي مش صدفة بقى انها رمز لكل الملكات العظيمات في التاريخ، سميراميس ونفرتيتي وكليوباترا. ده حتى فلسطين اللي ظهرت فيها اليهودية والمسيحية وجد فيها معبد قديم مطمور يعني في 1000 أفعى محنطة، لأنها كانت بتعبد هناك قبل يهوى وإلهيم فبحثت شوية في الأفاعي لقيت أنه 80% من الأفاعي غير سام. افتكرت الكلام اللي كانوا بيقولوه في الصعيد، وأنا كنت بشوف طبعا هناك أفاعي لما أروح زيارات يعني، وكتير يقول لك كان نايم في الغيط يقول عليها الحي، والحي يعني عدى عليه وخلاص ومشي. وحنان بنت خالي وبنت عمتي تقول لي انها دخلت عندهم بيت محمد زيدان، ده ضخم جدا كده ووراه حوزة اللي بتحط فيها الحاجات، قالت لي العصر كده كانت بتجيب حاجة وقامت الكوبرا دي وقعدت تعمل كده. قالت لي وهي نشأت في اسكندرية حنان معانا هنا وبعدين اتجوزت هناك يعني. فالمهم بتقول لي انا الالوان بتاعتها مع ضوء الشمس نساني كل حاجة، وقفت مذهولة من جمالها. قلت لها وبعدين؟ قالت لي رجعت، اول ما رجعت لورا خطوتين راحت هي راجعه لورا ومشيت كمان. فبقيت اسال قالوا الافاعي. احنا بقى الجماعه بتوع السينما دول من ايام افلام الستينات يقول لك ايه بقى الشرير يجي جايب بقى تعبان وايه وحطه فتحه كده في اوضه النوم بتاعت هميس ولا بتاعت مش عارف ايه اي كلام، فالتعبان بقى يجري عشان يعض ويموته. التعبان ما بتعملش كده بصرف النظر ان 80% منها اصلا غير سام. 100% الانسان لا هو غذاء ليها ولا هو ده في حالها كده. ولما يكون في مكان دوشة الافاعي تسيبه وتمشي. ولقيت الرفاعية متصاحبين على الافاعي ومربينها في بيوتهم عادي، ويقولوا انه الشيخ احمد الرفاعي كان في جنوب العراق فكان فيها تعابين كتير بس ما كانتش بتاذي حد يعني. طيب يبقى دلوقتي ما دام ما فيش ظل هنا الا للافعى، يبقى الانوثه المقدسه في ظل الأفعى، ده معنى العنوان. والرواية ما خدتش معايا في كتابتها كتير لأنه في بعض الأعمال أنا بكتبها في حالة مرح علوي كده واستمتاع شديد يعني. مفيش بقى الحكي اللي هو إيه اصله الراجل قابل الست عند مش عارف السوق فقال لها مش عارف ايه فقالت له ايه وبعدين اخوها شافهم وبعدين راح. ما فيش الكلام السرد ده الحكائي ده. قلت لهم ايامها اللي عنده حدوتة يروح يحكي لاصحابه على القهوة. الادب او الكتابة الادبية يعني ده نص غير خاضع شكل معين ولا لا لا لا. ده إبداع يعني مرح علوي. وبهذا المنطق كتبت الرواية إنه إيه مفيش حدوتة، واحد عنده مشاكل مع مرات مش عارف ينام معاه إلا لما جاب لها حشيش ودروخها يعني لأن هي مشغولة عنه برسائل أمها بتبعتها لها. أمها أستاذة حضارات قديمة وكان في مشاكل بينها وبين جدها الرجل العسكري فسابت البلد وهو خد منها البنت
بس هي كانت دايما متابعه البنت، ولما وصلت لسن معين هتفهم يعني، بقت تفهم من 25 سنه بدات تبعت لها الرسائل دي كانها جايه من الماضي، يعني من الانوثه المقدسه الى الانوثه التي صارت مدنسه بفعل عمليات طمس كبيره جدا، ابتداء من ابسط الامور. هي بتقول لها يعني انه الراجل زمان في زمن تقديس الانثى كان بتقطع القلفه، انتوا عارفين قضيب الرجل وهو الجلده اللي بره دي دايره كده، فكانت بتقطع عشان تزين بيها عنق الربه، فيبقى هو بيدي حته من ادق واكثر اماكن جسمه حساسيه ليبقى لكي يكون مؤهلا للاقتران بامرأة اللي هي نموذج الربة في الأرض. وعشان كده احنا في مصر لحد دلوقتي بنقول عليه مطاهر المختتن من الطهر، يعني تطهر بالجزء اللي من جسده ده، وانه لما يتجوز يبقى اسمه تأهل، يعني ارتقى. فالأم عمالة تنبه بنتها، والرواية مكتوبة بشكل غير نمطي، وأنا مش شغل بالي يعني الناس تقراها بقى ما تقراهاش ولا. ورحت طبعت أول طبعة في دار الهلال ودفعت 3000 جنيه أيامها، أنا مفروض أخد 500 جنيه منهم، فدفعت 3000. ليه بقى؟ لانه انا حكيت لكم قبل كده كانوا بيحطوا اعلان صابون وزيوت اللي هي مش زيوت، البتاع ده اللي بتغسله بالمواعين ده، صابون سائل شركه مش عارف ايه البتاع ايه، اصل متعاقدين معاهم. فالاستاذ مصطفى نبيل قال لي ما لا. قلت له لا، كان قبليه على طول روايه هاتف المغيب او حاجه كده لجمال الغيطاني، وكان الاعلان برضو ده بتاع مش عارف مبيدات صراصير حاجه كده يعني. قلت له لا، عيب ما يبقاش القارئ بيشوف عينين مي بنتي. هقول لكم بقى حكايه مي دلوقتي، وعنوان الروايه واسم مكتوب عليها من الناحيه الثانيه صابون سائل، ده ما فيهوش احترام للقارئ. فشوف العقد ايه، هما بيدفعوا اظن كانت دار الهلال بتطبع اظن 5000 وبياخدوا 3000 جنيه عشان الدعايه دي، فانا دفعتهم واداني بقى نسخ بيه وموزعتهم انا كده على الناس يعني. بس الروايه كان ليها صدى كبير واستقبلت بشكل حافل جدا من الناس اللي بتقرا ومن حتى النقاد، يعني سامي خشبه اللي كان نائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس هيئه المسرح كتب، هتلاقوها مكتوبه على ظهر الغلاف، بيقول روايه مدهشه ومعاصره جدا، معاصره لانها مكتوبه بطريقه هي احدث ما قرات من أعمال روائية لعدد من الروائيين الغربيين واليابانيين الكبار على مستوى استخدام المعرفة في نسج مادة الرواية. في هذه الرواية على صغر حجمها كم معرفي كبير، وهي لا تقل ثراء لا في الشاعرية ولا في المعرفة ولا في تدقيق البناء عن رواية بندول فوكو الضخمة في عدد صفحاتها. الدكتور صلاح فضل ناقد طبعا معروف اللي كان رئيس مجمع اللغة العربية توفى من كم شهر كده، كتب يقتحم يوسف زيدان بروايته الأولى هذه قدس الإبداع الفني بجسارة لافتة، مجربا تنويعات جديدة في الشكل الأدبي، إنها تجربة فذة فيها من القوة
والمعرفة ما يطيح أحيانا بالتقنيات الروائية التي نعرفها وفيها من المكر الشديد والقدرة البلاغية ما يعجز عنه الكثير من علماء اللغة، وفيها المقدرة على إثارة التساؤلات العميقة. فأنا رحت بقى، هندخل في الرواية، يعني أهديت الرواية دي لمي. مي بنتي وسمتها على اسم جدتي من ناحية الأب، دي كانت في الصعيد اسمها مي برضو، كانت ست عظيمة قوي كده، قوية جدا. حتى جدي أحمد طه زيدان كان يقلق من يعني يجي عندها ويكش. وهي كان أول مرة بقى حد يعمل معاها كده. أنا أروح في زيارات فأقعد كذا يوم، عارفة بقى إن مفيش أب ولا أم، يعني مع إن عندي إخوات كتير وعيلة كبيرة وكل حاجة، بس هي قاعدة كده دايما على دكتين داخلين في بعض، ووراها الحيطة الضخمة دي فيها حاجة اسمها الخوخة. فأنا لف بقى وأروح وأجي وبتاع، كنت لسه بقى في 18 سنة يعني أولى جامعة، وأروح عندها تقول لي جعان، لو قلت لها اه تمد ايدها تفتح الخوخه بتبقى بتاع ضرفه خشب كده، وهي زي خزنه حائطيه، وتطلع لي بقى طبق فيه خمس ست بيضات. هم بيشووا البيض في الصعيد مش زي هنا بيتسلق، بيبقى طعمه حلو كده، او طبق مش عارف فيه ايه، حماميه وشويه بتاع. وإذا قلت لها لا مش جعان خلاص أهم، بس هو في أي وقت أنا هروح عند جدتي مي هلاقي إنها عاملة حسابي يعني، ودي مسألة أنا ما كنتش متعود عليها الصراحة. وبعدين في مرة كان الجو حر قوي، كنت في الصيف في الزيارة هناك، ونمت طول فترة العصر. ففي تعرفين الصعيد بقى البان ودي عماله ايه تهوي على، وانا كبير يعني 19 ولا 20 سنه نايم قدامها على الدكتين كده، وهي عشان الدبان ما يجيش عليا قعدت حوالي ساعتين ثلاثه. فطبعا جدتي مي دي بالنسبه لي حاجه فظيعه يعني. مي بقى كان عندها 5 سنين، شخصيتها قوية كده وفظيعة كده، ولون عينيها الملون ده المخضر البتاع هو لون عينين معظم بيت زيدان اللي في الصعيد، وليها نظرة حادة كده. هي دلوقتي بقت هادية بس أيامها كانت كده. فكنا قاعدين في البيت هناك بقى، وجه علاء أكبر بينها علاء ب10 سنين، فهي مثلا ده 5 سنين وهو 15، وداخل بقى كده مش عارف ايه، والأكل محطوط على السفرة راح قاعد. هي قالت له قوم يا علاء استحمى قبل ما تاكل. قال لها بس يا بت، هتبص له كده. في 2005 بقى كانت التليفونات اللي فيها كاميرات دي ظهرت وكده، فرحت رفع التليفون كده واخد لها لقطة، هي دي اللي هتلاقوها على الطبعات الأولى من دار في دار الشروق أو الهلال، النظرة دي بنفس لون العينين ده. طبعا ما كانش في مجال ولا في أيامها بقى فلاتر تتعمل ولا بتاع. وأهديت الرواية إلى مي ابنتي وجدتي. أدخل بيكو بقى شوية كده في الرواية علشان لأن أنا كان يهمني أحكي ما حولها. المكر بقى المكر الشديد اللي قال عليه صلاح فضل، او المرح العلوي يعني بوصفنا، بيبدا قبل ما بنخش في الروايه في الماح منفصل عن الروايه، بيقول
وقعت أحداث هذه الرواية جميعها في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من ذي القعدة سنة 1441 هجرية، الموافق للثلاثين من يونيو سنة 2020 ميلادية، وهي سنة 1736 القبطية المصرية، وسنة 2012 القبطية الأثيوبية، وسنة 1399 الشمسية الفارسية، وسنة 5780 بحسب التاريخ التوراتي البادئ من آدم اليهود، وقد نشرتها عملا بالحديث الشريف: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن عن أبي سعيد الخدري. هنا تنبيه. أبو سينا بتقول ألا يتوقف هذا الدق أبدا؟ والله هم أصل عندهم بنت كده عندها 3 سنين، كل ما أطلع زعق كده تطلع تبصلي كده، وأبوها راجل ذوق إيه لمحمد لمشرفي ربحت ظل الأفعى ونسيت اسمي في البوست. لا أنا شفت يا محمد بالليل، أنا قلت بعد ما نخلص البوست اللي يتوقع هو، بس حاضر نديلك. المهم إنه المدخل ده المنفصل عن الرواية هو متصل بها جدا، أولا لأنه بيقول لنا إن التواريخ دي اختراعات إحنا عاملينها، وبيقول لنا ان اللي بيحصل دلوقتي في الرواية المنشورة سنة 2005 دي هيفضل يحصل لحد سنة 2020، واحنا لسه فيها. حد يقول لي ان في اي تطور في العقلية الجمعية المصرية ولا العربية في خلال ال 17 ولا 18 ولا 20 سنة دول؟ ما حصلش حاجة، ونفس طريقة التفكير برضه. وهو مش تنبؤ. النهارده شفت بنت لطيفة صغنونة كده عاملة فيديو عن كتاب اللاهوت العربي تحت عنوان نبوءة يوسف زيدان التي تحققت. قلت النبوءة، أنا بتاع النبوءات برضه، ففتحت لقيتها بعد معرضة الكتاب بتقرأ فقرة من آخره إن أنا بقول في آخر الكتاب إن خدوا بالكم يا جماعة، أمريكا لازم تعترف بهزيمتها في أفغانستان، وإن ضرب ترابورة المغارات دي مش هيأدي الحاجة، وهم ما قضوش على القاعدة ولا طالبان ولا أي شيء، لأن الجبال لسه موجودة والفقر لسه موجود والألم والذكريات السيئة لسه موجودة، فما ننخدعش بشوية البهرجة اللي بتنشرها الصحف عن أفغانستان الآن سنة 2010، لأنه سرعان ما هترجع طالبان تاني. فهي بتقول البنت يعني، وهي رجعت فعلا، فهو قبل 13 سنة بيقول لنا النبوءة. هي مش نبوءة، أنا مش فاكر اسمها إيه البنت، بس هتلاقوه كده لو عملت سيرش. مش فاكر، بس بنت لطيفة كده ونحنة كده وذكية جدا. فقلت لها اللي بالي دي مش نبوءة، أنا بمد الخطوط على استقامتها. فنفس الشيء كنت بعمله هنا في ظل الأفعى، أنا شايف إنه في المدى اللي جاي يعني ما فيش جديد، بس هنقوم بالدور اللي كنا فيه. ما هو ابن النفيس ما كان شايف برضو، هتشوفوا ده في الوراق، ما هو كان شايف انه ما فيش امل في المدى القريب، بس كان بيشتغل وبيعمل اللي عليه حتى
لو جاء ذلك على المدى البعيد. الرواية فيها بنية حكائية بسيطة كده، انه واحد مش متوافق مع مراته، وبعدين بيخش يلاقيها عمالة تردد كلام كده، ترانيم قديمة، وتفكر وبتجمع الاقتباسات منها. النصوص دي انا اللي عملت لها الترجمة، عشان كده يعني الرواية دي صعب جدا ترجمتها، لانها مكتوبة بلغة منقولة من لغات قديمة بصيغة عربية يعني بليغة. فمن ذلك، من تلك الترانيم يعني اللي هنشوفها في الرواية، الزوجة البنت اللي هو بيسميها نواعم عشان هي ناعمة جدا يعني وكده، بس خطيرة. ما هو الأفعى بقى، أنا عشتار، النار الملتهبة التي استعرت في الجبال، الاسم الرابع من أسماء الخمسين المقدسة هو نار المعركة المحتدمة. فطبعا مش فاهم ايه الكلام الجنان ده، وقاعدة تسمع بقى كارمينا بورانا وتقول له كلام هو مش فاهمه، هو عبده ده بقى على باب الله كده يعني، زي معظم ال هنقلكوا بعض التراتيل منها. مثلا دي بتاعت إيزيس، التراتيلة دي أنا أم الأشياء جميعا. خدوا بالكم الكلام اللي بقوله ده اللي كانوا بيتعبدوا بيه من 4-5 آلاف سنة، دي الصلاة بتاعتهم. يعني محدش يقول اساطير الاولين. انا ام الاشياء جميعا، سيدة العناصر، بادئة العوالم، حاكمة ما في السماوات من فوق وما في الجحيم من تحت. انا مركز القوة الربانية، انا الحقيقة الكامنة وراء كل الالهات والالهة. عندي يجتمعون كلهم في شكل واحد وهيئة واحدة، بيدي أقدر نجوم السماء ورياح البحر وصمت الجحيم، يعبدني الناس بطرق شتى وتحت أسماء شتى، لكن اسم الحقيقي هو إيزيس، به ارفعوا إلي أدعيتكم وصلواتكم. ده من مصر، من العراق بقى القديمة. أصلي إليك يا سيدة السيدات وربة الربات، يا عشتار ملكة كل الناس، الهادية إلى السبل المستقيمة، الرحمة يا سيدة السماء والأرض، يا راعية المتعبين، الرحمة يا سيدة الحرب المسيطرة على كل المعارك، أيتها الساطعة بنط حتى بقى كده بشوفها. وبعدين دي ترنيمة، عموما هي ترنيمة كتير يعني موجودة، مش هقعد أقرأ بقى فيها. في بس في واحدة بتعجبني قوي بتاعت إيزيس، يوم أفني كل ما خلقت ستعود الأرض مثل ما كانت دوما، محيطا بلا نهاية، وحدي أنا سأبقى وأعود كما كنت دوما، أفعى خفية عصية على النسيان. يعني وبعدين بنختم بقى الرواية بالرسائل دي. ممكن أقرأ لكم آخر حاجة في الرسائل، لا مش عايز أقرأ لكم بقى آخر الرواية، احنا خلصنا، فاضل لنا 5 دقايق على الساعة اهو، فنقعد نتناقش كده شوية.
امل فتحي بتقول ايه ست؟ ايوه طبعا. احنا بنقول ازيس جريا على المعتاد، بس هو النطق المصري القديم ايسات، وانا قلت الكلام ده من 25 سنة ويمكن قبل كده كمان. ومنشور في وكتبت عنها مقالة في الكتاب بتاع كلمات ايسات بعنوان كده امل سلمت. شكرا يا امل. احمد ضويحي نصيح في الملاعب واحذيتنا اديداس ولباسنا صنع اجنبي. ما هو احمد ضويحي ما هي خيبة، اصل الخيبة لا حدود لها، انت تفضل تخيب 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 يعني بلا نهاية، اندلس خيبة. عبد الرحمن في كتب او مقالات عن توقيت رمضان؟ انت عبد الرحمن بعتلي كذا رسالة، انا قلت الكلام اللي عندي في الموضوع ده وخلاص. شيماء لماذا اقترنت المرأة بالحية تحديدا؟ لا ده في الرواية بقى تفصيل، لان ده في كلام كتير. عشان كده اليهودية دنست المرأة بعين ما تقدست به، فارتباط الانوثه المقدسه بالافعى خلاهم الافعى هي اللي دخلت، كانه يعني حاجه غريبه جدا. الجنه قال ربنا قال اللي حط فيها مش عارف ايه ادم وقال له، فالحيه كانه استغفر الله العظيم، بس يعني ايه مش باني صور حول. طب مش ما علينا. مجدي رسائل ممتعة، كنت أتمنى نسخة موقعة. حاضر يا مجدي، تعالى الندوة هجيب نسختين زيادة للي يعوز. من هو الصوفي؟ لا ده لمين نتكلم عن كتاب التصوف بقى. الرواية لم تكن مستندة على خلفية فلسفية للكاتب، فهي عبارة عن خربشات وحكايات لا معنى. ده كلام مهدي. طبعا. ويامن الأفعى رمز الطب والخلود والحكمة. لا رمز آلهة كتير. دكتور المعادل العسلم في فقه الحب، يا ريت ترد على الماسنجر. حاضر اشوف الماسنجر، اصل اللي مش اصدقاء ما بيظهرليش في البتاع، لازم اروح اشوف في الاوت بوكس وكده. مهند عادل، متى يتم اصلاح اللغه؟ يوم القيامه بقى يا مهند هنتكلم كويس. محمد تاكل لسانه وانت طيب يا دكتور، منور الدنيا وانت كمان. امل فتحي نفس الشيء من تدنيس الوان المطر؟ لا مش فاهم. حنان فاينكس، فاينكس العنقاء، الخوف من المرأة هو ما يدفع المتعصبين؟ لا هو مش الخوف من المرأة، هو عنده شغف بالمرأة بس ما عندوش قدرة ولا ذكاء ولا معرفة انه يقيم معاها علاقة متوازنة إنسانية. هبة الفايد بتقول إنه معاد اللايف بيتزامن مع إعدادها للأكل عشان رمضان، في فرق ساعتين بيننا وبين المغرب. طب ما هبة أعمل إيه يعني؟ ما أنا لو خليته بدري عن كده هيبقى لسه في ناس بتجهز برضه، ولو خليته بعد كده بيشوفيه بقى على اليوتيوب وخلاص. كيف نستطيع تغيير الوعي الجمعي؟ ده محمد مسعد باللي احنا بنعمله ده محمد. حنانة هي ار ايه دكتور، هل حواء خلقت قبل ال يا حنان بقى خلينا نتكلم جد بقى بلاش. ومهدي تاني بدير، هل يمكن الانسانية ان تتجاوز فكرة الاديان في يوم من الايام؟ ليس في المدى المنظور. وبعدين انا مش منزعج من الاديان، انا منزعج من هيمنه رجال الدين على الانشطه الاجتماعيه وعلى عقول الناس وعلى القوانين. مش معقول كده، ما احنا شفنا اهو ثيودوسيوس الاول قفلنا الالعاب الاولمبيه. يعني يا فرحتي بيك عشان هو التقي وهكذا. حسن حجازي، هل
من امل في التحرر من اساطير الطوارئ. ايوه بالعقل. وعلى فكره الحكايه مش محتاجه جهد قوي، انت بس شغل مخك هتلاقي الحاجات دي تسقط من تلقاء نفسها. رأفت حسني، الندوة الساعة كام يا مولانا؟ يوم السبت في بيت وسيلة، ده بيقولوا لي، أنا ما رحتوش قبل كده، أنا عملت في بيت حسني جنبه كده، بس ده بيقولوا لي ورا المبنى بتاع الأزهر القديم اللي هو قدام الحسين يعني، وإحنا رايحين الحسين كده بدل ما نعدي شمال هو يمين، معروف هناك بيت وسيلة يعني. محمد زيدان منور يا فخر، قال زيدان. هو انت محمد زيدان مين ده؟ ده بيت زيدان فيه مثلا 200 واحد اسمهم محمد، فانا مش عارف، انت ابقى اشوف صورتك اعرفك. يا دكتور انا اسمي مهدي بديار وليس بدير. والله حاضر بديار ماشي. عمرو ال عند عدماء الدين، لا مش السؤال. طيب رفيف الاسم الجميل، شكرا على هذا، شكرا يا رفيف. متى ننتصر على جهل التدين؟ ده مهند بتشغيل العقل يعني. رياض صديقنا، بلاش الدخان يا دو. يا عم هي سيجاره من ساعه اهو ما فيهاش حاجه يعني. وروك هي صاحبتنا، هل عندك امل في التغيير ام الامل في الاخره؟ لا ماليش دعوه انا بالامل والاحباط والبتاع، انا بعمل اللي عليا وبس. دانيال، دكتور مقاس تاريخ راس السنه الاشوري السوري 6700. التواريخ دي كلها اختراعات يا جماعه. دكتور بما انك تكلمت عن رونالدو، لماذا قلت انه فقير في احد اللايفات احمد؟ لانه طب نختم بالحته دي، يعني ايه فقر ويعني ايه غنى؟ الحكايه دي مش مرتبطه انت عندك كام فلوس ولا في كام في جيبك ولا تملك ايه. المساله يعني مثلا ما الاولياء الكبار بيقولوا عن نفسهم الفقراء، والعلماء الكبار، ده ابن سينا، ابن سينا بجلالة قدره كان يقول الفقير إلى الله، المتطبب يعني اللي بيمارس الطب. كلمة الفقير هنا إلى الله أو الفقراء مقصود بيها إن هم محتاجين لربنا، فالغني مش مهم يكون عنده فلوس كتير، المهم يكون مستغني عن اللي مش في ايده، مش عايز، مش يعني مش مهتم، فده غني. عشان كده الست الجميله كانوا يقولوا عليها زمان غانيه، والناس دلوقتي فاهمين ان غانيه دي يعني منحرفه، لا دي غانيه يعني جميله جدا، فمش محتاجه ميك اب، مش محتاجه زينه، هي مستغنيه عن ادوات الزينه بجمالها. فلما اللاعب الموهوب ده يروح علشان مش مهم المبلغ، بس عشان مبلغ مالي يبقى هو مفتقر الى المبلغ ده فهو فقير. في حين انا شفت ناس كتير قوي في حياتي ولا زلت ارى يعني بعضهم، ناس اغنياء جدا هو مش عايز. فمصطفى، الغنى والفقر بعد العقد على الله سبحانه. بس يا مصطفى ما تاخدش الكلام بقى ناحيه كلام المشايخ، انا بتكلم عن حاجه عقليه. زي عبد القادر الجيلاني اللي كنا بنتكلم عنه امبارح ولا اول، لما راحوا له بعض تلامذته يعني تجار اغنياء، وكانت بغداد في الوقت ده يعني مستريحه قوي. فقالوا له والله معانا فلوس للزكاة وكده بس لا نجد مستحقا لها. فقال اللي بيسأله ده، قال له اعطي من يستحق ومن لا يستحق، يعطيك الله ما تستحق وما لا تستحق. يعني ما تقعدش انت تقول ده يستاهل وده ما يستاهلش ولا ومش عارف ايه.
فرمضان ده جشع دكتور. يا سيدي ما هو الجشع يا رمضان هو نابع من الفقر، والطمع نابع من الفقر او الشعور بالافتقار الى كذا. ومحمد موسى بيقول الغني هو من استغنى صح في المطلق. هالة عيسى بتقول من هي الموؤودة في القرآن؟ يا هالة بلاش صوابع الديناميت دي، خلينا نكمل مشروعنا. وخلاص الساعة عدت 9 بقى، بكرة نتكلم عن عزازيل. مع السلامة.